وينضم إلينا من اسطنبول مراسلنا علام مصبيحات ليضعنا في ضوء آخر ما يرشح من معلومات حول الأوضاع على الأرض. طبعا علام، وبخصوص الأسباب اللي أجلت الاجتماع. تماما داليا، دعينا نبدأ بالأوضاع على الأرض الميدانية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وزارة الدفاع التركية أعلنت قبل قليل أن التدريبات اليوم هي متواصلة بنجاح بمشاركة القوات الجوية، يعني طيران سلاح الجو التركي ومن قبرص الشمالية، يعني متواصلة بنجاح كما قالت الدفاع التركية. وبالتالي هذه التدريبات هي جزء من التدريبات التي ستتواصل حتى مساء العاشر من الشهر الجاري في شرقي البحر الأبيض المتوسط، وهي تأتي طبعا بالتزامن مع استمرار عمليات التنقيب التي تقوم بها سفينة أوروش رئيس وسفينة يافوز التركيتين للتنقيب والمسح الزلزالي في شرقي البحر الأبيض المتوسط، وهما الأمران اللذان تقول اليونان إنه يجب التراجع عنهما من طرف تركيا من أجل تأسيس الأرضية المناسبة من أجل الحوار أو إطلاق حوار قد يوصل إلى نتائج إيجابية في الفترة القادمة. وهذا هو السبب الرئيس في تأجيل المحادثات التقنية التي كان من المفترض أن تعقد بين وفدين تقنيين عسكريين تركي ويوناني في مقر حلف الناتو في بروكسل. وبالتالي كان من المفترض أن تعقد هذه المحادثات يوم أمس، ولكن أجلت ليومين حتى يوم غد. الإعلام التركي هنا ملفت جدا، الإعلام التركي ذكر قبل قليل بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستحاول مرة أخرى اليوم لعب دور الوساطة من خلال محادثات ستجريها هي ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ومع الرئيس القبرصي أناستاسيادس من خلال عبر الفيديو كونفرنس. ستحاول ميركل من خلال هذه المحادثات عبر الفيديو كونفرنس محاولة تخفيف التوتر إلى الحد الأدنى، ومحاولة يعني تهيئة الأجواء من أجل حوار بين كل الأطراف المختلفة، وإقناع الرئيس القبرصي بتليين موقفه على يعني على اقل تقدير. وبالتالي يعني الامور ذاهبه الى المزيد من التصعيد، اخذا بالاعتبار ان تركيا مصره على كل مواقفها وتقول انه لا تراجع عن اي خطوه اتخذت حتى الان في شرقي المتوسط. شكرا جزيلا من اسطنبول زميلنا علام مصبيحات.